وجدت دراسة استسقائية جديدة قامت بها شركة للمكملات الغذائية أنه مع أن النساء وخصوصا الأمهات يمرضن كثيرا نتيجة انتقال العدوى من أطفالهم، إلا أن الرجال يعانون من أعراض الأمراض أكثر من زوجاتهم. فقد أشارت بعض النساء إلى أنهن يشعرن بالصحة الجيدة ما يقارب 13 يوما في الشهر فقط، بينما يخسر الرجال الرهان عند الحديث عن عدد مرات المرض ويربحونه بجدارة فيما يتعلق بالمعاناة مع الأمراض. فأجسام النساء مبرمجة للشعور بأعراض المرض بصورة أقل حدة مقارنة بالرجال، كما أنهن أكثر تصميما على رعاية الجميع والقيام من السرير رغم المرض. وأوضحت الدراسة التي استهدفت 2000 عائلة أن الأمهات يعانون من الرشح 54 مرة ومن التهاب الحلق 108 مرات كل عامين تقريبا، كما يعانون من الإصابة بالقمل بسبب انتقاله من أطفالهن إليهم. لكن الرجال يعانون من الرشح والتهاب الحلق أكثر من زوجاتهم. في المقابل أوضحت النساء المشاركات في الدراسة أن تعرض شريك حياتهن لهذه الأمراض استدعى بقاؤه في الفراش، بينما لم تقضي الأعراض ذاتها على جسد المرأة، وبالتالي لم تبقى طريحة الفراش. فقد تعايشت 72% منهن مع المرض، في حين أن عددا قليلا جدا من الرجال استطاع فعل ذلك. وأفاد الباحثون أن السبب وراء ذلك قد يعود على إصرار الأم على القيام بكامل واجباتها حتى أثناء مرضها، للتأكد من أن أطفالها يعيشون حياة يومية طبيعية ويلقون الرعاية اللازمة. قد لا تكون إنفلونزا الرجال في نهاية المطاف هي عبارة عن خرافة، فقد صرح الباحثون أن الرجال أكثر ميلا إلى المعاناة من أعراض المرض بهدف استعادة الطمأنينة والحصول على عطف شريكاتهم، كما أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الأعراض التي تصيب الرجال تكون أكثر حدة من تلك التي تصيب النساء حقا. ولخصت الدراسة بعض التوصيات لتجنب الإصابة بالرشح ونزول البرد، وهي تجنب التدخين، المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية، أخذ قسط كاف من الراحة، الحفاظ على دفء الجسد، تشجيع الأطفال على غسل أيديهم جيدا وباستمرار، تنظيف مقابض الأبواب باستمرار، التأكد من تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية والتي تساهم في تقوية الجهاز المناعي. إذا ما رأيكم إخواني بهذا الفيديو؟ وما رأيكم أيضا بهذه التعليقات التي تظهر في هذا الفيديو؟ هل تودون أن نفعل ذلك في كل فيديو؟ المرجو إجابتنا في تعليق أسفل الفيديو، وشكرا. وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته، وشكرا.